طيب حاسس بايه بعد ما فريقك كسب اول ماتش ليه بنتيجه 4-1؟ كنت شايفكوا بره الناس مندمجه وبتشجع جامد، فحاسس بايه بعد ما فريقك كسب اول ماتش؟ والله هو احساس، انا مبسوط جدا ومتفائل جدا ان فودافون ممكن تاخد البطوله دي. احنا فرقتنا فرقه قويه، الناس دي انا عارفهم من زمان من البطولات اللي قبل كده، ولعبوا اكتر من مره وشايف ادائهم من زمان جدا، فمتوقع ان هم يعملوا اداء كويس جدا في البطوله دي، ومتوقع ان هم كمان ممكن يكسبوها بشكل كبير ان شاء الله. طيب وانت كواحد من الجمهور شايف تنظيم البطوله، تنظيم الفرق، كل حاجه البطوله محتاجاها، كانت شايف تقدر تقيمها ازاي؟ يعني شايف الملعب، الفينو، ايه رايك في الكلام ده؟ انا شايف ان البطوله متنظمه بشكل كبير، شايف الملاعب متظبطه، شايف الدخول كان سهل، كان الدنيا ماشيه سموث بشكل كبير جدا، فاسيلتيز جوه كانت مظبوطه جدا، كويسه جدا، فشايف ان التنظيم هايل بصراحه. طيب تتوقع فريقك يوصل لفين في البطوله يعني، او مين ممكن يعدي مع فريقك في المجموعه؟ انتوا معاكوا زي ما لعبتوا دلوقتي مع فاليو، معاكوا نوكيا، ومعاكوا فريق لينك، تتوقع مين ممكن يتاهل معاكوا اذا انتوا تاهلتوا؟ هو بما اني انا لسه ما شفتش لينك ونوكيا في لان الماتش بتاعهم لسه ما جاش، بس بالشكل اللي احنا بنتكلم فيه ده فودافون هتتصدر المجموعه وهتوصل ان شاء الله. ثقه كبيره قوي في فريقك. طيب انت شايف مثلا البطوله كان ناقصها حاجه، محتاجه حاجه، حاجه كنت تتمنى تشوفها في البطوله؟ الحقيقة لا، أنا شايف إن البطولة منظمة بشكل كبير جدا، شايف إن يعني كل الفاكتورز أو كل الأسبكتس الموجودة فيها يعني it was considered، فشايف إن الدنيا لا كانت ماشية كويس، مش حاسس إن كان في حاجة ناقصة يعني للبطولة دي. تتوقع تبقى اللاكي وينر وتكسب موبايل نوكيا؟ ده أكيد. طيب متشكرين لي، تعبنا جدا.